معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا على الرغم من مرور عام على استعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة إلى أن أهل الموصل لم يعودوا إليها، بل إن أعداد سكان الموصل قد تناقص إلى الثلث بحسب مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، إلى أي مدى ترين وترى المنظمات الدولية تسويغات حكومة العبادي في عدم إعادة النازحين إلى مدنهم تراها مقنعة؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهدكم. الحقيقة حكومة العبادي لم تقدم لحد الآن أي مبررات مقنعة لعدم عودة النازحين، وبالعكس من هذا توجد مؤشرات على أن نية حكومة العبادي غير سليمة أو أنها لا تنوي إعادة أي من النازحين. والحقيقة مؤشرات كثيرة تؤكد يعني هذا الموضوع. الأمن، لا يوجد أي أمن في المناطق التي عانت من العمليات العسكرية والتي تريد تدعي الحكومة أنها تريد أن تعيد النازحين إليها. لا أمن اقتصادي، لا أمن غذائي، الأمان غير موجود أيضا، بل على العكس يعني تفاقم الوضع وظهرت الآن عصابات كما سمعنا بعصابة تدعى سائل الشهداء والتي مهمتها الأساسية هي منع النازحين من العودة إلى ديارهم. أيضا أين هي وعود العبادي بالإعمار؟ لا توجد، بل أنه حتى لم يقدم أي يعني شيء من أجل رفع الأنقاض من المدينة، رفع الجثث. على العكس من ذلك يعني هناك تباطؤ في هذا الموضوع وهناك مماطلة في هذا الموضوع. دكتورة فاطمة، يعني الحكومة حكومة العبادي عقدت مؤتمر لإعادة الإعمار وجنت من خلال هذا المؤتمر مليارات من دولارات، أين ذهبت هذه الأموال وحال النازحين كما تذكرين الآن؟ يعني لن تقدم الحكومة العراقية أي أموال للنازحين، وهذا الشيء واضح ومفروغ منه لسببين. الأول هو الفساد المستشري في العراق، العراق يحتل على المراتب في الفساد، المرتبة الثانية في دول العالم الأكثر فسادا، وتقاسم الأموال معروف، الحكومة تتقاسم الأموال فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك لن تقدم حكومة العبادي أي أموال للنازحين لأنها مستمرة بنهجها الانتقامي ضد أبناء هذه المناطق، خاصة وأن أبناء هذه المناطق من الرافضين لسياسات الحكومة، وكانوا قد تظاهروا ضد الحكومة ونادوا بإصلاحات، والحكومة العراقية معروفة بتوجهاتها الطائفية وكيف كان التحريض الطائفي قبل حتى بدأ العمليات العسكرية. إذا هناك عملية انتقام لا زالت مستمرة ضد أبناء هذه المدن. نعم، والآن تتصاعد الأصوات وتتعالى محذرة من عملية تغيير سكان المدينة، وهو ما يعد جريمة من جرائم الحرب. ما الجهود المبذولة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف أمام هذه الانتهاكات؟ يعني مع العلم أن ليس هناك الكثير من المنظمات التي يعني وثقت عمليات التغيير الديموغرافي، ولكن هناك يعني المنظمات التي قامت بمثل هذه التوثيقات قدمت أدلة على وجود تغيير ديموغرافي ومخاوف العراقيين من حدوث هذا التغيير. ولكن مع الأسف الشديد يعني المفروض الأمم المتحدة يعني أن تتحرك بنفسها، ولكن لحد الآن الأمم المتحدة لم تقدم أي فعل حقيقي يعني نرى فيه مؤشر أنها ضد هذه عمليات التغيير الديموغرافي، خاصة وأن من هذه التوثيقات أن هناك كانت عملية تهجير قسري لسكان هذه المدن من خلال الاستهداف المباشر في العمليات العسكرية والتي اعترف ببعضها التحالف. ولكن لا يوجد لحد الآن أي يعني استجابة من الأمم المتحدة تجاه هذا الموضوع من أجل أن تمنع هذا التغيير الديموغرافي. نعم. طيب، إذا ما الآثار المترتبة وتأثير عدم عودة النازحين إلى مدنهم، تأثير ذلك على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في البلاد؟ يعني مع الأسف الشديد سوف يكون له يعني سوف يترتب عليه يعني كوارث في المستقبل. أقل ما كل يعني ما تحمل هذه الكلمة من معنى، أقلها هو
ان انعدام الامل في عوده النازحين الى ديارهم سوف يؤسس الى مرحله جديده من العنف. يعني ونحن لازال يعني نرى بوادر هذه ومؤشرات على عودة العنف من جديد، بالإضافة إلى انتشار الفقر. العراق أصلا هو يعاني معدلات عالية من الفقر، مع العلم من أنه من أغنى بلدان العالم، ولكن الفقر سوف يزداد مع عدم عودة النازحين. الجهل أيضا هذا الآفة الخطيرة، والتخلف، الأمراض الفتاكة. يعني لا ننسى أنه يعني الآن هناك أعداد كبيرة من هؤلاء النازحين، بينهم معاقين وبينهم مصابين بأمراض وحالات نفسية خطيرة، ويعيشون في بيئات يعني غير صالحة للعيش. يعني مخيمات النزوح هي ليست مكان للعيش، وحتى العشوائيات وغيرها والهياكل هذه ليست تصلح للعيش. هذا سوف ينحدر في العراق بالتالي إلى هاوية العنف من جديد. نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.